كوكو كوكو في اتجاه اللاعب العريف، محاولة جيدة لكن العارضة تحول دون هدف الأول لفريق، ولكن دائما العملية مستمرة والهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي يأتي في هذه الأثناء بعد كرة مرتدة اصطدمت بالعارضة وتعود مرة أخرى. أكيد أنه هذا الهدف غيعطي حماس آخر للمقابلة، مقابلة الرجاء البيضاوي ضد فريق أولمبيك خريبكاس. سنشاهد من خلال الإعادة كيف جاء الهدف. كانت القذفة طريق أيت العريف، خصوصا أنه تمريرة جميلة، ولكن درنا ديرو بروش على أيت العريف كيف تقد اللمسه الاخيره، فهذه اللقطه بين بانه دار لاباس ديسيزيف وعطى هدف جميل وديال التفوق حتى الان لفريق الرجاء. الفريق الرجاء البيضاوي الهدف اللي جاء في الدقيقه 29 واعطى الامتياز لفريق الرجاء البيضاوي. اكيد انه هذا الهدف سيغير من وجه المقابله رغبه الرجاء في اضافه اهداف اخرى ورغبه فريق اولمبيك خريبكا في تعديل النتيجه. ونشاهد القذفه ديال اللاعب ايت العريف والكره مره اخرى تعود للاعب كوكو الصالحي، وكتبقى الجهه اليسرى هي نقطة الضعف ديال فريق اولمبيك خريبكا. واللاعب الصالحي بعد تمريره من لاعب كوكو يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفريق الرجاء، الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي وبواسطة اللاعب بالعمري اللي تمكن من تسجيل. اذا قناص بمعنى الكلمة انه كان كيتمرر تمريرة جميلة ديال الصالحي، تمريرة وكاين تباطؤ ديال الدفاع لانه المدافع شاهدنا انه كيفاش بقى كيتبع الكرة. قلت لك بانه الجهة اليسرى هي مصدر خطورة الفريق دري الرجاء، وبالتالي الجهة اليسرى ديال الفريق اولمبيك خريبكا هي اللي اعطت الهدف الثاني مرة اخرى. اذا شاهدنا انه التمريره، وكيف ان مدافع فريق اولمبيك خريبكا ظل ينتظر الكره الى ان تمكن اللاعب بالعمري من التسجيل. نشاهد كيف انطلق اللاعب بالعمري وكيف ان المدافع لم يتمكن من الكره والهدف الثاني لصالح فريق الرجاء البيضاوي. لاكوفيرتير ديال الجهه اليسرى ما كانش، وكان خص بالذكر ان اللاعب رقم 19 لاعب مغربي ما اعتدناش ان نشوفوه كمدافع ايسر. هدف لفريق اولمبيك خريبكا. اذا فريق اولمبيك خريبكا يتدارك الموقف، نوع من الترخي داخل دفاع فريق الرجاء البيضاوي. لست ادري هل كان اللاعبون يعتقدوا ان هناك ضربه خطا، هل هناك تسلل، لست ادري. كان هناك وقوف ربما شاهدنا من خلال العمليه انه اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي ظلوا كينتظروا اللاعب ديال فريق اولمبيك خريبكا اخميس اللي تمكن بكل سهوله من تسجيل الهدف وتقليص الفريق خلال هذه المواجهه لتصبح النتيجه هدفين لواحد. واكيد ان هذا الهدف اللي جا في لحظه مناسبه هي اللحظه ديال قرب نهايه الجوله الاولى غيعطي حماس اخر للاعبين ديال اولمبيك خريبكا لامكانيه تدارك هدف التعادل. ونشاهدوا انه جوج لاعبين ما كانش تغطيه عليهم وما كانش كاع نوع من المشاهد التشعر في الملعب.